هل مرشحك لازم يكون داعم للمقاومة حتما؟ بقول لك شغلة، أنا اليوم عم بفكر كيف فينا نوصل رئيس. لو بيوصل من التيار شو نجي نتسلى يعني؟ أوكي. إنه المهم نوصل. يخيطوا بغير هالمسلة لأنه سلته مثقوبة ومالانة مي. هكذا وصفت أوساط قيادية بارزة في التيار الوطني الحر في حديث لصحيفة الديار العلاقة مع حزب الله. يأتي ذلك على وقع لقاء لافت كشفت عنه الصحيفة وجمع بين رئيس التيار جبران باسيل ومسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا يوم الاثنين الفائت. اللقاء الذي كان استكمالا للبحث في العلاقة بين الطرفين والتنسيق بينهما خرج للتأكيد وفق الديار على أن حزب الله حتى الساعة يقف على خطر التيار، وباسيل لن يسير بخيار رئاسي بمعزل عنهما، وكل ما يحكى غير ذلك ليس صحيحا، مؤكدة أن الرجلين اتفقا على الاستمرار بالتصويت بالورقة البيضاء، وهو ما تم في جلسة الأمس، كما اتفقا على بقاء اللقاءات مفتوحة للتشاور والتنسيق. وتشير الأوساط إلى أن العلاقة لا تشوبها شائبة أو تباينات، وكل ما يغزل في الإعلام هو تمنيات وسيناريوهات إما مضخمة أو مختلقة. هذا الأمر بدا جليا بموقف لصفا نقله موقع لبنان فايلز، أكد فيه الأخير أن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر تخطت موضوع ورقة التفاهم، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن مصادر أساس ميديا تؤكد على أنه إذا أصر حزب الله على تبنيه لخيار فرنجي أو لا أحد فإن التيار سيذهب إلى التفاهم مع قوى أخرى للاتفاق على رئيس. بموازاة ذلك تؤكد صحيفة الجمهورية على أن حزب الله لن يتنازل بسهولة عن خيار فرنجي في وقت اتخذ الحزب وفق أساس قراره، فمرشحه الأوحد هو سليمان فرنجي، وهو مستعد لدفع ثمن مقبول لقاء ذلك من ضمنه التفاوض المرن على رئيس الحكومة المقبل، وبالتالي استراتيجية الرئاسة ليست مناورة. هذا الاستعصاء بحلحلة الملف الرئاسي يترافق وتوتر شديد يحكم علاقة حزب الله بالوطني الحر حاليا، حيث أكد أساس أن اجتماع تكتل العونيين الأخير حرص على القول للحليف أن سليمان فرنجي ليس ميشيل عون، لا في الحيثية الشعبية ولا في الحيثية السياسية، ولا يمكن تعطيل عملية الانتخاب لعامين بسبب عدم التوافق على فرنجي رئيسا. وأشار الموقع المذكور إلى أنه إذا أصر حزب الله على تبنيه لخيار فرنجي أو لا أحد فإن التيار سيذهب إلى التفاهم مع قوى أخرى للاتفاق على رئيس، كما شدد على أن الحزب يدرك أن أي تقاطع سياسي بين معرب ومن الشلوحي وكليمونسو والسنة حتى لو انضمت إليه عين التين سرا لن يستطيع خرق قراره، غير أن تمسكه بفرنجي يبقى أداة تعطيلية وسياسية مواجهة قد تنتهي بقوله لفرنجي إننا فعلنا ما بوسعنا ولم يعد بإمكاننا القيام بشيء، وقد تنتهي بأزمة سياسية لا مثيل لها قد تطيح بالتوازنات السياسية التي نعرفها اليوم.